السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا متابعين قناة منوعات جريئة. صباح الخير عليكم إذا كنت بتتابع الفيديو بالنهار، مساء الخير عليكم إذا كنت أنت بتتابعنا بالليل. قناة منوعات جريئة، قناة تتحدث في كل المجالات الثقافية، السياسية، الرياضية، الفنية، قناة لكل الناس ومن الناس ولأجل الناس. وعشان تدعمني دايما وعشان ننزل فيديوهات بصورة مستمرة، يا ريت إنك أنت تشترك بالقناة وتشجعنا وتعمل لايك وشير وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. موضوع النهاردة بتاعنا عن ياسمين عز. ياسمين عز فتاة مصرية شابة إعلامية تحت تقف في صف الرجل ترشد السيدات إلى عمل الصح. فتاة إعلامية تحب إصلاح الزوجة، تقومها، ترسل لها النصائح، هكذا ما نتمناها من الإعلاميات. يا ريت المرحلة الجاية نشوف أمثال كتير زي الإعلامية ياسمين عز. ياسمين عز اتقبلت بتصريحاتها بشيء من الجدل، وكانت بتقول أنا ما بخافش من التصريحات، واللي معايا معايا واللي ضد ضدي، وأنا بقول رأيي وبعبر عنه. رأي ياسمين عز إن لازم إن الزوجة تقف جنب زوجها، لازم إن هي تستحمله، لازم إن هي تقف معاه، وأعطت حاجات كتيرة. وقالت إن هي لازم الزوجة تهتم بزوجها، لو اهتميت بيه فترة قليلة كأنك بتغسلي مواعين أو ربع الاهتمام ده، هتلاقي إن الزوج معاملته انتهت، والمعاملة بتاعت الوحش اختلفت، وهتأدي ده كله إلى صلاح البيت وصلاح الأسرة. رسالة جميلة من إنسانة جميلة كالإعلامية ياسمين عز، تتصدر ترندات السوشيال ميديا الإعلامية. الملاك البريء ياسمين عز تثير تعليقاتها وتثير بوستاتها إلى غضب بعض السيدات وبعض الناس اللي هدفهم إن هم كلهم إن هم يقفوا بصف المرأة بدون وجه حق. مش دايما انك انت عشان تقف في صف المرأة لازم انك انت تبقى على حق. في اوقات كتير انتوا ببرامجكم بتثيروا الفتنة، وبتأدوا كلامكم ده الى اثارة الفتنة، والى ان هو يحصل مشاكل، والى حالات الطلاق والخلع. يا ريت ياسمين عز نموذج مشرف للنصائح للمرأة، لتقويم الأسرة، لصلاح الأسرة. فتحية شكر وتقدير للإعلامية ياسمين عز على ما بتبذله، وعن من كلام لتلطيف الجو ولاستقرار الأسرة المصرية ولمنع حالات الطلاق والخلع والاهتمام، ولكي تهتم الزوجة بشكل عام بالزوج وتعطيه كل حقوقه. وهذا ما نتمناه ونسمع إن احنا نلاقي إعلاميات كتير أمثال ياسمين عز، إن هي تعطي إيجابيات للزوجة من خلالها، إن هي تقدر تقف على الطريق الصحيح عشان خاطر تقوم الأسرة وتقف جنب زوجها وتؤدي إلى تخفيف حالات الطلاق والخلع. وعشان خاطر إنك أنت تدعمني دايما، وعشان إن إحنا ننزل فيديوهات بصفة مستمرة، يا ريت إنك أنت تشترك بالقناة وتفعل الجرس. مع تحيات أسرة قناة منوعات كريم.